نتابع. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور، يبدو أن هذه الصور هي للملعب الذي تجري فيه المباراة، وهناك على ما يبدو نعم هناك نلاحظ مشاهدينا بأن العديد من المشجعين يقفزون من على سور الملعب، وبالتالي هناك تعامل من الشرطة مع هؤلاء، ولكن الكثير منهم ينفذ إلى الجهة التي تدخله إلى بوابات الملعب، وبالتالي حضور هذه المباراة. الشرطة الفرنسية وصفت ذلك بالشغب. وبالتالي مشاهدينا أدى إلى تأجيل هذه المباراة وتأجيل انطلاقها حتى اللحظة، وهو حدث لم تعتدد عليه الدوريات الأوروبية، خاصة النهائي في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية.